شاء الله راح نتكلم في موضوع مهم، وهو موضوع ما هي أعراض البلوغ المبكر للفتاة. طبعا هي نفسها عوارض البلوغ الطبيعية، مثلا نمو الثديين حيث يأخذان شكلا أنثويا، أيضا ظهور شعر تحت الأبط على الأعضاء التناسلية، أيضا بطء في نمو قامة الطفلة. وفي حال ظهور أحد العوارض ولم يظهر بعدها ولا عارض آخر، مثلا كبروز الثديين فقط أو ظهور شعر، فهذه العوارض طبيعية جدا، بعدها يعني فترة تزول وتختفي، وبعض الأحيان لا تزول ولا تختفي وتستمر. لكن البلوغ المبكر يأتي بعد ظهور كافة العوارض الذي يعني عرضناها قبل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.